وفي رد على سؤال لنوميديا تي في حول مدى قدرة مصنع الجي الجزائر على مواكبة المنهج الاقتصادي للدولة والمتعلق بالمساهمة في تنويع صادراتها، قال مسؤول التسويق لشركة الجي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن منطقة التصدير عند الجي يختلف باختلاف سياسات الدول. وفيما يتعلق بالجزائر قال بأنه ليس هناك حاليا خطة للتصدير من الجزائر، ما يعني أن المنتوجات المصنوعة هناك موجهة للاستهلاك الداخلي فقط. في الحقيقة للأسف ليس لدينا أي خطة لتصدير المنتجات التي تم إنتاجها من الجزائر، يعني تصديرها إلى الدول الأخرى هذا يعني ليس مخطط يعني حتى الآن. فالآن يعني نحن ننتج المنتجات في الجزائر لبيعها في الأسواق الجزائرية.